level tourism, مش ناخذ كذا خليه مشروعين سريعين او افكار قليله عن ال what to make what makes finding the best system integrated solution so difficult. ما هو الذي يجعل انه نجد من الصعوبه ما هو الذي ممكن او ما هي التي جعلت انها نجد نظام لإدارة وتطوير أو أفضل نظام مندمج لحل مشكلة السبلاي تشين؟ ليش؟ ما هي الحاجات التي وقفت حائلة أو العوامل التي أثرت وجعلت من الصعب أن نجد نظام متكامل نظام جيد للوصول إلى حل لمشكلة السبلاي تشين أو جعلها صعب؟ بتجي لك التالي. أول شيء إنه السبلاي تشين إذا كومبلكس يعني ايش؟ معقد. معقد. وعملية التعقيد اللي فيه اللي نابعة من اين؟ نابعة من كونه شبكة عريضة ما هوش وحده فقط انما يشمل عدة بارتنرز. ميني بارتنرز ان ذي سيستم. لانه صار انت نظام ديسبريت ان لارج جيوغرافيكال اريا معك مساحة كبيرة. ويشمل عدة فاسيلتيز، إذا يبدأ هذا النظام حقنا من أين؟ من السورس وينتهي؟ كاستمر. وهذا ربما بينه وبينهم آلاف وبل وعشرة آلاف من الكيلومترات وربما بالطرق والعادة يعني ربما يكون واحد هنا واحد هنا واحد هنا ودول مختلفة من خلط على الأرض. وهذا يجعل من إنه أنا قد حل واحد الكل معممه مثلا كم شوية برمون ولا إبرة لذا من الصعب إنه مختلف منتشين على أماكن مختلفة ونحن نظام واحد يعني نظام منتشر على منطقة جغرافية واسعة. الثانية يقول لك different facilities in the supply chain frequently have different conflicting objectives. لما ننظر في كذا كنا نتكلم عليه نحن معانا different facilities اللي هو معنا مانيفاكتشر مصنعين وعندنا السبلاير وعندنا كاستمر والديستريبيوتر هذول كلهم different facilities has different conflicted objectives. بعض الاحيان يكون لدينا اهداف متضاربه فهدف الموزع يبيع كثير صح؟ صحيح. انت ايضا هدفك يبيع كثير بس الطلب مهل عندك اخر واحد إذا الريتيلر ما يطلبش من الموزع ما نسميها منتجات أكثر وبالتالي أنت هدفك تبيع أكثر مو صح بده يبيع أكثر لكن ما بيطلبش منك أكثر لأنه الزبون ما طلبش إذا الزبون داخل بالنظام هدفه شو فعل عوده شو فعل بس أنا ما بيشتري أكثر إذا سيجعل أنك تقارب ما بين السبلاي والأول ما بين المنتج ما بين الموزع كل واحد يكون له أهداف مش يوزع هذه اللي يجعلها الصعوبة الثانية يقول لك ما نسميها السبلاي تشين إيش قال عنها is a dynamic system that evolved over the time يعني بالنسبة للديناميك سيستم يقول لك فاريشن اوف لاتين اللي يحصل انه معك باختلاف الزمان تختلف معك المكونات صحيح. ايضا الاهداف ربما تلقوا سبلاير سبلاير اخر ياتي نظام جديد there is a difference between that time يقول لك سيستم evolve that evolve over time يتغير بمدى تغير الزمان ما كان بلام is very good today is not good and what today is better tomorrow is worse maybe it's not like that but sometimes worse sometimes is the best فما تقدرش تعتمد على واحدة من هذه نسميها الخطط وتستمر عليه أو تقول أنا في الطافة وتلقى بالأخر العملية متغيرة وكذلك مع سيستم فاريشن اوفر تايم حتى السيستم نفسه يحصل له ايش؟ اختلاف فاريشن اختلاف
يدخل لك بالنظام شيء جديد، يدخل لك تكنولوجيا جديده لما دخل الانترنت، ايضا عمل لك خربطه بمين؟ بالسورسنج. بالسورسنج وعمل لك ايضا بالسلسله عقل. رفعها وفي ناس استفادوا وفي سلاسل ضاعت وفي صار تضارب على احنا مش هناك، صار يوزع مباشره للكسر النهائي. واصبح السبلاي كانك عم تعمل معاهم ايش؟ تضارب ضرب مصلحتهم. وبالتالي هنا صح عندنا صراع ما بين مين؟ صراع ما بينك وما بين حقيقه البارتنرز. هذه نقولها النقاط تجعل ايش؟ تجعل من الصعب انك تجد نظام يسمونه بيست، نقول او جيد، نظام ماشي على هذه الايام ينفع، لكن this is the best. هذا حتى الاول والثاني والثالث مشكلة من الصعب لانه يختلف، وربما ببيئه يصلح واحد بيئه بيزق شاخه. هذه اللي يسموها الصعوبات لنحصل على ايش؟ الاوبتمايزيشن. الاوبتمايزيشن تحصل على مثاليات. انت ما تجدش يعني نظام خلاص هو النظام اللي نسميه ايش؟ الافضل. لحين معنا النظام اللي يسموها انا اللي نسميه خاصه بنفسي مش اسمه الافضل او الامثل، الوصول الامثليه، محاوله الوصول الى مين؟ الى الامثليه. لانه من الصعب انك تجد ايش؟ امثليه. وجاء نظام مثالي بسبب ما قلنا سابقا ولسبب انه ما فيش عمل انساني مجتمعي. هنا كان قوه هذا الانسان وذكوه عبقريته. فهذا كله عمل انساني. ايوه كما يقول سبحانه وتعالى حتى بالعمل كما يقول بكل صفاته، لكن حتى بالعمل لما نطلع هذا الفنان مهام، لكن تجد بكل عمل انساني نقص لازم. غيره هنا وهذه السبب انه النظام ديناميك متحرك، عندك اختلاف الفترات الزمنيه، ماتشنج ديماند سبلاي ديفيكالت، وهذه ايضا من الصعوبات اللي ممكن ان يحصل به صعوبه، لا يمكن ياتي الطلب معنا مع العرض اطلاقا، ما تشوف هناك بدايره، ما تشوف كانت توقعات الطلب كانت انه يحصل كم؟ 5000 مثلا قطعة بالاسبوع بالشهر هذا. صارت الطلبات هنا 10000 اكبر اكبر، وانت تنتج على المزبون. لما وصلت الى عند الزبون قد اشبع نفسه من اماكن اخرى، انت ظلت توقعك منتج زي العمود طلعت 10000 طلبوا 5000. فلذلك مستحيل تعمل فوركاستنج، لانه بيقولوا فوركاستنج حل، لكن اقول لك هو مش حل، بعض الاحيان قاعد مشكله. لانه اذا عمل لك بعض الاحيان حلول او فوركاستنج وعلى اساس تضع حلول، تجد الحلول كانت هي السبب في وقوع المشكله. انت خلاص توقعت انه يقول لك بدك 100000 قطعه، التوقعات كانت خاطئه. الشركة سكر الهواء. شوف لما في الثاني يتحرك ونحن ما عندناش. Also, recent development have increased risk. التطورات اللي حصلت in this time and we reach the information age اسمه العصر المعرفة، عصر المعلومات، تأتيك معلومة اليوم بتغيرت، عصر التكنولوجي، عصر الذوق حتى يغير ذوق الناس، حتى صار بجميع الأشكال. فمن الصعب إن إحنا نستطيع فالريسنت ديفلوبمنت ايضا بالتكنولوجيا ايضا اصبح لدينا من
في عملية التطور بكل المجالات أدت إلى ماذا؟ أدت إلى زيادة المخاطر. المخاطر كيف نبعد؟ من التطور؟ من زيادة التطور كيف؟ شنو أسأل هذا السؤال وشنو يوضح هذا كيف؟ مثلا نقول زمان كان ايش؟ كانوا يعملوا عملية نقل البضاعة عبر السفن. الآن في طيران. في طيران. الآن زاد من الرسك ايش؟ عبر السفينة، يعني اللي ممكن مثلا بدل ما تتأخر طلبي عبر السفينة تجلس شهرين ثلاثة شهور، بالطيران ممكن توصل بساعتين، وبالأخير راحوا عليك الزبائن وغيرك قد استورد وقد باع. أها. وهنا ايش؟ قبل فهمك عكس. قبل فهمك عكس، بس تعملي انك تتكلم الجانب الآخر بالضبط. يعني إذا متابعنا التكنولوجيا ممكن تقع المخاطر. في واحد كان وكيل مكاين خياطة هنا وحصل التطور وظلت شوف المكان اللي كان عليك، قال له ابنه يجي بينا الدكتور بعد استوري ايش كان وكيل الشركة الأصلي، استوري المعلم يطلع لي هرب، قال له انا هرب عليك واشترى اخر دفعة وهي طفي والعرب الناس خلاص اشتروا بدأت الضمك الكهرباء ما ضج يشتري. طيب على الأقل يشتري 60% من الحديد وكذا، يعني متى تتابع التطورات وقع بالمحطة في المخاطر. هذا من جانب الآن وين كلي عليها الدهر وشريف مثل بها الكهربائية أنت مهلاش صحيح. أنا أول ما شفت وأنا طيب يعني لما خرجت وأنا تقريبا شغل لك أول ابتدائي قبل كذا قد موجودة أعتقد أبوك ممكن أعرف طبعا فلو هم الآن كان كنز فهدين كانوا مكلمنا عليك وانت كلمة الناس عن بزنس يقول لي كده كنت تقول له كله كله هذه من عملية تتابع إيش؟ التطورات عملية متابعة التطورات أيضا أنا كنا نقول جانب لو ما تابعتش جانب آخر إنه التطور أيضا يلعب الجانب الآخر كيف؟ بالجانب الآخر ربما غيرك طور أو الميديا والاتصالات غيرت أذواق الناس، الذكاء الصناعي كان المنتج وشفت المنتج أنا مكان ثاني، التلفزيون يشوفه والإعلان والدعاية والاتصالات ما بين الناس، هذه الناس مكتوبة علينا أو ربما الجانب الجانب شوف هنا تدخل لك ناقص التكنولوجيا تدخل لك ناقصين وربما التكنولوجيا في واحد ربحته نزل لك بالسوشيال ميديا وشن عليك حملة سواء شو معتاد ما بلغنا وغضى على الطلب حققوا بالتالي سيصير بليت أثر لي برودكت تعرف لي برودكت؟ لي برودكت شو يعني؟ لي برودكت شو؟ إنه work if work thing from nothing عمل شيء من لا شيء. أيوة أو أيضا أو يسمى الاستفادة من الأشياء الصغيرة كذا. اللي دخلت الآن نسمي زي ريسيكلينج. بالضبط. زي ريسيكلينج برودكت أو مانيفاكتشرينج أو إندستري، يعني بعض الأحيان صنعوا تحفيات وحاجات جميلة من لا شيء. من لا شيء. صحيح. من بقايا مخلفات. يعني في لندن قالوا صناعة ملياردرات على حق مساكن يشربون من تعيش هم. صحيح. أقول لك أي شيء ماشي في الطائرة دي. برودكشن دخلت عليك تزيد عليك منه تجعلك المصاعب اللي تجعل من الصعوبة عليك أنت قد إيش؟ أوبتمايزيشن. جلوبال أوبتمايزيشن. طبعا هنا نسميها تفاؤل. كلغة يعني نتكلم عن اوبتمايزد شعور بالتفاؤل. النوع الثاني من الاتجاه اللي هو اوفشورينج. الاوفشورينج هي خطوة هنا معلومات سابقة او تعريف او معنى اول مرة اسمع فيه. طبعا جيت تعتبر كلغة طبعا معنى مختلف خالص هنا مختلف خالص يعني كانك تشوف تطور من خارج الشاطئ كمعنى كلمة. الأوفشورينج صناعة معتمدة على صناعة تمام والأوتسورسينج صناعة متكاملة مع صناعة أخرى. لا هنا صناعة متكاملة. أوتسورسينج بعض أجزاء يكون من شخص آخر من شخص آخر.
نقصد من مصنع آخر أو فاسيتي أخرى ما يستغلوش من شفت برنامج عن صناعة السيارات المواطن في صناعة على بعد 800 كيلو عن من؟ عن البودي واللي طارت تصنع على مسافة من؟ وقد يكذي كذا مصنع مصنع بوز في مكان وبوز في مكان آخر هذا اللي أوفسورسينج اللي بنجيبه هنا طبعا يعود على نفس النظام هنا بير صناعة الملابس كيف عقائد الشعر التكستايل الأغمشة وهنا كيف بتقوم بالريتيلز كيف بتقوم بالأصناف هذه جلوبال بير فالو تشاين هذه هنا تقييم أو قيم تريسينج باك ذا دريس يو ار ويرينج الثوب اللي تلبسه أنت كيف تبعها السلسلة؟ شوف أول شيء تكستايل هذا أقمشة من تأتي من قبل كذا هذه؟ ناتشورال تأتي من ناتشورال تيبر الذي هو كوتن وول اللي هو كوتن الصوف والسلك الحرير الداخل دي جي سي وأيضا من مركبات لازم في هناك زيوت علشان الدبابة والحلق وإلى آخره هذا اسمه راو ماتيريال سينا شوف حقا الراو اللي تختلف انت كنفط تقدر تفعل له زياده النايلون هذا ايش معنى النايلون؟ ها؟ النايلون بروستا لا انت كذا ممكن تفعل ناس كذا مقترح كذا انت جالس يوم وقيت ابو تعمل لي بصناعتكم صناعه النفط الماتيريالز حقا ولما نصاب قد افعل تشاين انت صناعي ولا صناعي؟ انت صناعي انا صناعي انت تقدروا من هندسة صناعية كيف تحافظ على حقك الآلات وهذا وتعمل لي إذا كان مظرة هندسية تقنية كيف حقك السورسينج كيف تصل عندك أو ممكن تفعل لي عندك كيف تنتج تقنية تهندس لي الشبكة حقك أنت تشوف كل واحد بتختلف بس بتتفقوا بإيش؟ سورس أو تكمس أيوه بس سورس وبعدين مشكلة الثاني مانيفاكشر مانيفاكشر كاستمر ديستريبيوتر كاستمر وشو كيف تستعملين تفتح الشبكة؟ بالطبع. هذا عبد الآن نمثلة. يعني كذا الصناعة حقا ماتيريالز. لو تسألين سورس شوف مختلف عن هنا التكستايل كمبانيز الشركات هنا بيعتبروا وسطاء. هذا شو اللي خلوا الناس هذا اللي يشتروا من الوسطاء الشركات اللي تبيع القمشة. اللي بتفعل إيش؟ اليابن تعرفوا اليابن اللي هم من القمشة الملابس القمشة قمشة. بعد ما هذا الخيوط حقناهم هنا بتروليوم وماند كيميكالز هنا شوف من الاويل ناتشرز والغاز صار معانا ايش؟ بتروليوم ايوه ماده كيميائيه ندخلها لمين؟ للدبابات ومعملة النسيج هنا شركة فيها صناعة ايش؟ تكسب نسيج صناعة النسيج عاد الان صنعنا ملابس الغاز والنسيج عاد احنا هنا مواد كيميائية ووظفنا على الالوان و وعملنا بعدين فابريك صار معنا فابريك هذا قطع قماش بعد ذلك انطلقنا ابيرل مانيفاكتشر هنا صناعة كين هو صناعة الان دخلنا بالسلسلة كم معنا صناعتين لانه يعتبر كومبيننت لا نعتبر لنا
بينما لما يقول يتكلم على الشركة حقا نعتبر مسؤول جهة قوام نعتبر هذا ما هو customers. هنا البرودكشن نتوركس تبع مكانه ما يمين كمبيوتر نتوركس يعني كل حق أنا سلسلة من الرغبة ترسلة الماركتينج نتوركس اللي وزبه من الزب المفرد إلى التجار وإلى الشغل المدارس وإلى آخره. هنا شوف إيش اختلاف كم مدخلاته من النشر هذا اعتبر لنا سبلاي واعتبر لنا شريك الآن. إذا نحن نقوم بعملية إيش اللي هو نصنع الملابس هنا مثلا بنورث أمريكا garment factory صناعة يسمع الكتاب والجاكيتات المعامل صناعة الخياط هنا من المصري صحيح الملابس هنا صنعوها هنا أصبحت علامات بينما العلامة هذه هو يصلح يتعاقد مع شركة اسمها النوع البز أو القماش من النوع الفلاني وبعدين تصير له علامة يقول لك قماش كذا كذا مليح بينما هو مش قماش يصير له يستخدم من كومبينت من شريك آخر استخدم نوع أقبشة جيدة شنو شوف بعدين إنه الزر بيجي لك من دولة والمدركات من دولة من دولة حتى تعمل لك أنت براند أو ماركة وعملية الويفينج والقطع والتفصيل والسوينج والبوتون هولز اللي هو أمثال الزرابة هنا ثم بالأخير هنا الإيرينج الكواية ويعمل بدل عامل مع الدومستيك واللوكال ريجنال ماركتس بمعنى الريجنال هو الاقليمي بدل نحن شد بدل مع دول خليج الاقليمي هو سوق متبادل من المكسيكان كوبيان الكاريبيان بيسد وحب الكاريبي ومثلا باسيا من القدم هذا الشركه شوفها هذا من ناشونال وجمع ما بين الجانب الكيماوي اللي يصنع بول بمكملات لعمليه النسيج وبالاخير بعنا مثلا لاسيا لامريكا ولامريكا امريكا تكلم عن في اسيا اسيان جارمنت كونتراكتس اللي قالوا مشتري نفسه احنا قالوا كانسرز كانوا امريكيين هنا اسيان هذا يبيعوا للمحلين دومستيكس اوفر سيز يبيعوا كمان مش لهم فقط لهم ولين اوفر سيز اللي هو بيعالج بحار او اللي يقصدهم بالشرق الاوسط بيكون بعيدين عنهم بس مع كم ماشي ممكن نفعل نفس الحكايه وش يعني وش يقول لك الشباب دومستيك هنا ايضا في دومستيك اند ايش اند لوكال كونتراكتس وهنا يبيعوا الاسواق المحليه ركز هنا في الاسواق المحليه ممكن يتواصلوا مع ديبارتمنت ستور ستورز يعني حتى يبيعوا مباشره يبتعدوا عن الريتيلرز بعض الاحيان ويبيع للجلس بس ممكن ينطلق عن الجلس يبيع للزبون الزبون مباشرة ريتيل ستور اللي يعتبر من الزبون التجزئة ايوه عملية التجزئة بعض الحين زي انا ابيع عملية كرش الجملة وكرش المفرد ايوه هنا طبعا اضم الريتيل ستور اوتليتس هنا الذي هو منافذ الترجيع الذي هو منافذ الترجيع من التجزئة التجزئة وزع لهم اما Overseas buyers, office اللي هو مكاتب الشراء الدولية والمحلية أو brand named bureau companies أو تبيع للقمشة علانة على بعض شركات اللي تصاحب البراند اللي هي العلانة التجارية علانة تجارية محددة وهنا معانا نفس الحكاية اللي عليهم الجانب الجانب الأمريكي والجانب الأسيوي بنشوف هنا يبيعوا لما وراء البحار ويبيعوا كمان للشركات التجارية هنا دخل معنا الذي هو استيراد التصدير هذا الاستيراد تصدير لا استيراد وبيع مباشر الذي يمثل زي شركة ايش؟ استيراد التصدير مثلا زي شركات الزوقري للاستيراد التصدير أو أنت تدير تلفونات الزوقري أنت مصنع أنت هنا هنا بالسلسلة هنا كتر الريتايل أيوه بعدين هنا أنت بتوزع all retailers أو تجزي للموزعين المحليين بيع التجزئة ولا لبعض المخازن الرئيسية أو المتخصصة نفس ما هي المخازن المتخصصة التي مكان بين الانفنتري الذي يعني حقا المخزون هو يعتبر حقا البداية بس هنا هو مخزون لوكا ايش؟ للبيع مخزون لوكا
للبيع او مخزونه كانه حقه بس بالاخير يعتبر جزء من سلسلتنا صحيح حقك التليفونات اللي مخازن يا زول قريب شريك بالمكان الفلاني يلقوا كانه املاك فانت كده تبعه كامل اوف برايس انا اشتري اوف برايس اكتري هذه زي اللي يقول لك نبيع بال من الرأس زي مستهلك زي مثلا تخفيضات كل شيء بمئة كراسة خرابات هذا مثلا بعض كم قيسة عشان نحسب عليه زدينا ساسي 16 دقيقة هل تقولوا أنت راح تربح خلاص نطفي يا دكتور طفي أنا راح أعمل